الرئيس السيسي يوجه بتركيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. مدبولي يؤكد ضرورة توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية في ظل التحديات العالمية. سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة للبلاد في جولة الإعادة. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمار الهادف إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم في هذا الإطار عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجنبية للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية في السوق في ظل التحديات العالمية الراهنة. وخلال اجتماع لمتابعة موقف توفر السلع الأساسية، وجه مدبولي باستمرار إتاحة الأرز أمام المواطنين في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وجميع نقاط البيع في المحافظات على مستوى الجمهورية. أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن قمة المناخ تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً بالنظر إلى ما تهدف إليه من إنقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر الوجودي والمحدق بنا جميعاً،
وفي كلمته خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني العالمي كوب 27 على هامش هذه الاجتماعات، أكد جبالي أن توابع تغير المناخ يضع الجميع أمام مسؤولياته للعمل الجاد والتحلي بالإرادة الصادقة والأخذ بأسباب فعالة لمواجهة حاسمة لتلك الظاهرة سعيا لعالم مستقر وآمن. وأضاف جبالي أن الدولة المصرية لم تألو جهدا من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ كأولوية رئيسية. على هامش عمل الاجتماع البرلماني العالمي والذي يعقد على هامش قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، التقى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية الصربية فلاديمير أوليتش، وأشاد جبالي بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية مؤخرا والذي تم تتويجه مؤخرا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلغراد في شهر يونيو الماضي، كما أكد ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الصربية. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن المصريين جميعا ساعدوا بالمستوى الرائع لتنظيم مؤتمر قمة المناخ من كل مؤسسات الدولة وحسن استقبال الضيوف. وشدد رئيس مجلس الشيوخ أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم لها مضامين ودلالات مهمة تؤكد أن مصر بدأت مرحلة الانطلاق نحو مصاف الدول الكبرى بمشروعات كبرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. أكد نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن المنظمة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى تدعم المبادرة المصرية لتحسين نوعية الزراعة لمواجهة تغير المناخ، وأضاف أنه سيكون لبرنامج التعاون نتائج ملموسة لمساعدة البلدان على الوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، موضحا أنه يمكن أن تكون الزراعة جزءا مهما من الحل لمكافحة أزمة المناخ من خلال عزل الكربون في التربة والنباتات وتعزيز التكيف والمرونة. أعلنت أكثر من 20 دولة مشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ عزمها الاستثمار في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي واستجابة لمسألة الخسائر والأضرار التي أدرجها المؤتمر. المزيد نتابعه في التقرير التالي. مليارات الدولارات تم الإعلان عن ضخها لمواجهة التغيرات المناخية، هذا ما أثمر عنه مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ حتى الآن، حيث أعلنت أكثر من 20 دولة مشاركة عن عزمها الاستثمار في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي. أسهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا كندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية. من جانبها أعلنت مبادرة مهمة الابتكار الزراعي IAM مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ بأكثر من 8 مليارات دولار مقارنة بأربعة مليارات دولار في كوب 26، وذلك بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي. من جانبها أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار. كذلك أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم من أجل تعزيز إجراءات التكيف في أفريقيا عبر جزء من خطة الطوارئ الأمريكية للتكيف والمرونة، بجانب قيام الإدارة الأمريكية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار. وأدرج مؤتمر المناخ كوب 27 في نسخة الحالية للمرة الأولى مسألة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمية، حيث استهدفت تعويض الدول الغنية الملوثة للدول الناشئة والنامية عن الأضرار اللاحقة بها جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي.
تتواصل اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث تتضمن فعاليات اليوم عقد جلسات يوم النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى إبراز هذه القضية وتوفير منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح في جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. بزخم كبير تتواصل فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تشهد إطلاق مبادرات عالمية معنية بمواجهة التغيرات المناخية. العرض التالي يوضح أبرز المبادرات الصادرة عن القمة مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. وضعت مصر على رأس أولوياتها التحديات التي تواجهها قارة إفريقيا، ومن تلك التحديات قضية التغير المناخي، حيث تدرك مصر ما تواجهه كثير من الدول بإفريقيا من عقبات للتكيف مع المناخ. وخلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، أعلنت مصر عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بدعم مصري أمريكي. المركز سيكون دوره التدريب وبناء القدرات وإجراء البحوث الأكاديمية وتبادل القدرات والمعرفة بالتعاون مع ممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة المعنية بالتكيف، حيث تأمل مصر من خلاله دعم القدرات في إفريقيا وسد احتياجات الدول النامية. ويأتي إنشاء هذا المركز اتساقا مع ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، من ضرورة تعزيز التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب في مجال عمل المناخ الدولي، بما في ذلك في مجال تعزيز التكيف مع تغير المناخ. وفي إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التكيف في إفريقيا، وكجزء من دعم مركز القاهرة لتعزيز قدرات التكيف مع المناخ، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعمل مع الجامعات الإفريقية والوزارات الأساسية لإثارة الوعي بمخاطر المناخ وتعزيز القدرات لتقديم حلول للتكيف ولإدارة تلك المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة المالية والميزانية والتخطيط. أما المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، فأكد أن الولايات المتحدة ستقدم 150 مليون دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا. وفي هذا السياق أصدرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ومجموعة من الشركاء الدوليين إعلاناً لدعم ركيزة الطاقة لمنصة نوفي التي أطلقتها مصر للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتمثل علامة فارقة في انتقال الطاقة الخضراء في مصر والجهود المبذولة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية. وشهد كوب 27 إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست، التي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لجهود مصر في قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27 لمواجهة تداعيات التغير المناخي. شكرا لكم على طيب المتابعة. نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ مع عدد من النشطاء لمختلف الجنسيات المشاركة بقمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ مسيرة حاشدة، وطالب المشاركون بتحقيق العدالة المناخية مع تعويض الدول الأكثر تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة الدول العربية والأفريقية، كما طالبوا زعماء وقادة العالم بالتضامن ووضع آليات من شأنها مواجهة التغيرات المناخية لما لها من آثار مدمرة على الشعوب كافة. احنا جايين النهارده باسم تحالف القوى المدنيه من اجل المناخ، بنمثل المجتمع المدني المصري وبندعم جهود الحكومه المصريه
والدولة المصرية في إنجاح مؤتمر المناخ. نحيي الدولة المصرية على استضافتها هذا الحدث الجلل على أرض مصر. بنحب نوجه الشكر فيها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الدولي والعالمي وعلى الحدث الجميل اللي احنا بنوضح فيه النهاردة مع كل الشباب اللي انتوا شايفينهم ورايا اهتمام ووعي شباب مصر باهتمامه بقضية المناخ. بنطالب بالعدالة في المناخ، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان في كوب 27 معمول للسنة دي في مصر، وده حدث مهم جدا عشان بنتناقش في قضايا المناخ. موجودين هنا النهاردة عشان ننادي بالعدالة المناخية للقارة الأفريقية. القارة الأفريقية زي ما احنا عارفين هي أقل القارات تأثيرا بالتغيرات المناخية، ولكنها أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وعشان كده بنطالب بالعدالة المناخية بالدول من الدول المتقدمة، تعويضات مالية أو غير مالية من الدول المتقدمة للقارة الأفريقية. احنا بننادي بالتنفيذ معا للتنفيذ من أجل العدالة المناخية، ورسالتنا ان احنا بننادي بالعداله المناخيه معا للتنفيذ. واحنا النهارده متجمعين على المسيره بهدف وصول صوتنا كمجتمع مدني مصري طبعا لدعم قضيه التغيرات المناخيه، وان كلنا متجمعين على قضيه العداله المناخيه. وانا جاي هنا عشان اضمن مستقبلي في الكوكب من التغيرات المناخيه اللي هي هتاثر علينا، عشان احنا اللي هنبقى عايشين في المستقبل، والتغيرات المناخيه هتاثر فينا وفي حياتنا الصحيه. نظمت الجالية المصرية في روما وقفة لدعم الدولة والرئيس السيسي احتفالا بمؤتمر المناخ كوب 27، ورفع المصريون خلال الوقفة الأعلام المصرية وهتفوا لتأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. نظمت الجالية المصرية في جنيف وقفة لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بمؤتمر المناخ كوب 27، ورفع المصريون خلال الوقفة الأعلام المصرية وهتفوا لتأييد الدولة المصرية والرئيس السيسي. ونظمت الجالية المصرية في فيينا وقفة لدعم الدولة والرئيس السيسي احتفالا بمؤتمر المناخ كوب 27، ورفع المصريون خلال الوقفة الأعلام المصرية وهتفوا لتأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته. وخلال لقاءات عقدها مع عدد من رجال القوات المسلحة، القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية، أكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مدار الأيام الماضية عددا من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية. بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن. ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد، يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
موضحا أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر والأمن الداخلي للبلاد إذا تطلب الأمر. كما قام الفريق أول محمد زكي بمناقشة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة، واستمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط العسكري والتفاني في أداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. حضر اللقاءات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النجاحات خلال شهر في مجال الأمن العام. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3160 عنصراً إجرامياً ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة. وضبط معهم 1311 قطعة سلاح ناري أبرزها 3 رشاش و 202 بندقية آلية و 185 بندقية خرطوش و 66 مسدسا و 853 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 488 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4723 قطعة سلاح ناري بحوزة 4020 متهماً أبرزها جيرينوف 4 رشاش 615 بندقية و 423 بندقية آلية و 276 مسدساً و 3404 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و 590 خزينة، إضافة ل 7484 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 11 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 35 تشكيلاً عصابياً، ضموا 105 متهماً قاموا بارتكاب 120 حادث متنوع، كما تم ضبط 462 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 356 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحار
بحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 532 متهماً، كما تم إعادة 14 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,334,098 حكماً قضائياً، من بينها 9,461 حكم جناية و 707,196 حكم حبس جزئي و 128,400 حكم مستأنف و 1,158,613 حكم غرامة و 330,428 حكم مخالفة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 354 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 80 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 7 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 35 طناً. وفي مجالي حجب مواد البناء والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 38 طن أسمنت، أما في مجال مجال قضايا المخابز تم ضبط 627 قضية، من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 41 طنا. أدانت مصر حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت الخارجية في بيان لها عن خالص تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الخارجية موقف مصر الثابت الذي يرفض كل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته، داعية جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في سلوفينيا فوز المحامية ناتاشا بيرتس بالجولة الثانية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة. وبحسب النتائج الأولية حصلت ناتاشا على أكثر من 53% من الأصوات في جولة الإعادة، في حين حصل منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق أنجي لوغار على ما يزيد عن 46% من الأصوات. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسعى إلى تحديد خطوط حمراء في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين خلال أول لقاء مع نظير الصيني شي جين بينغ قبل قمة مجموعة العشرين. هذا كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن المباحثات ستشمل تأكيد بايدن على ضرورة التعاون بين واشنطن وبكين في عدد من المجالات، فضلا عن بحث عدد من الأزمات في أوكرانيا وكوريا الشمالية وتايوان.
حصل الاتحاد المصري للخماسي الحديث على 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي لعام 2022. وفاز الاتحاد بجائزة أفضل اتحاد في العالم لعام 2022، كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم البحرية والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عام 2022. كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لكأس العالم للكبار في ملاعب الجامعة الأمريكية عام 2022. فاز المنتخب الوطني للسامبو بميدالية برونزية خلال منافسات بطولة العالم التي أقيمت في دولة قرغيزستان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 50 دولة. وحصد خالد فزاع لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطل قرغيزستان في وزن 98 كيلوغرام. نهاية نشرة الأخبار، وإليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتركيز مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. مدبولي يؤكد ضرورة توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية في ظل التحديات العالمية. سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة للبلاد في جولة الإعادة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.